عابي كنت هاي دولة ده ولو فضيحة كنت هاي إن رجي جيسياشة هاي هيران كساري المحوة هاي الشباب دورك قلي لو قدوي ما ذا ما قال هذا محالير هذا قول كبنادر لو قدوي ما ذا لو لحد له حتى هالقف وكهاد لي ما رجع هالقف أو مسؤول أو يرواك حما واحد عاي يري ما رجع إسكت أفقف حلو وغادي مركا أرنتاس أدي أد أرنا لو روح ما ذوي بارلمان كنا كما أمس الدونه سان هل كان وغهد لهم بارلمان كنا وغهد لهم هديبا ما أنت مالين عط مالين عد انت سور لبستان اي قريق صلى في يوضان اي قرقي محوها اي تارقت كالكتانا اي قلايين مركا وحاوي دي قرق والبابا انا استاف لورها دي تغيسا مركو ووري سوحان تعسيو درايا شعب كي سوماليين اشالي لغو قماضي دي مدى عبد عسيس قرقو يالو انكو صحي قرق قرق جرنال قروي مئهن guri ku dhagan gurigaas ayuu ahaa dad isbitaalka laga soo saaray oo bunjaahidiintii dagaalamay ah oo raggii wiliba hiiraanka dagaalamay ah oo ku soo dhaawacmay ayaa guriga meesha guri looga ijaaray guriga meesha isku dhaganaa gurigii gudoomiye ku xogeenka shacayb iyo guriga garabay hadda sheegaysi gurigaas oo ahaa si toos ah waxay u weerareen gurigii dhaawac yeelay runtii wixii dhici kara waa dhaceen ilaahay subxaanahu wa ta'aala intii ku dhimatay geesiyaashii dhaawaca kasoo bogsoonay iyo intii markaas u shaqeynaysay intii la joogtiba sabar iyo iimaan الله كسيو انتي وكلي ما تماشاس رنتي وانا سيبدرها اد وين ان دات ريدة اولي بحنونسا لغوير رو كرغي اي دقنايين رنتي هاي لها امني غنا وحن ليا واي كقابيين وحن اركاي نمن سوم مري هذا كور سوقي محل لها يمشي اللي يجري حمر وين أو جوال كي قالي إيوه اللي بيسن هذا هذا دقمي عبد العزيز أو هذا دقمي إنك وقنا وضد بدن لأن أي دل اللي بيسن إسكسو رحمران أو أي جوري تارجت كالكتان رمتي وحلق حما ذواي وحاد يأد له حما ذواي هذا أمنيجا سيب بوليسكا إن محوها هاي أي دلال موجيان حافظ بوحي لاذا هاي صدق حافظ بوحي لاذا هاي رو المحوها هاي البوليس كأمني وكسوغو ده وحافي عن هدي أنا أمني قلسوغو كرن أو شعب كا سوماليات كو حنوسن يكوفيو بأن دمان ديس لغادي كرن إن حلك الله ودقو وأن دسك لغتالين مقال هذا أمني هذا إركو مرايا وكسود داري مالين مالين أو كده أي من مراه مركا وحن ليه هاي حكومة دا إلا يدب سيغون غطو وهاي سيدي وحكو سيحي كرتو أيو اسكو ضيدة إلا يوحكو سعان وي محاد شاك تحلواني قروه سيدا قارك أهلو بيك سيدا عداد با ورباهين تيتبيني سي muqaalka guriga laga dhex dagaalamay ciidanka macuusleyda ay ku sugnayeen in gurigi jarnaalka oo marka hore la garab maray guriga kale meesha ku yaala oo targetka laga dhigay guriga macuusleyda ay ku jireen oo weliba la og yahay in beel gaar ay u badan yihiin ciidankii halkaas lagu weeraray oo dhanka kale dowladana shirar ay qabteen dhanka dowladda kaga soo horjeeday ay ku soo aadeen in weerarkaasi lagu soo qaada si kasta ha ahaatee in targetka laga dhigay guriga macuusleyda ay ku jireen raggii kula soo dagaalamay duurka al-shabaab dowladda sooceeb kuma ahan runtii waa su-aashaan ka jawaabi lahay adaa sheegay ceeb ay ku tahay dowladda weliba fadeexay ku tahay in raggii geesiyaasha ahaa ee hiiraan ka saaray muxuu ahaay shabaab duurka geliyey loogu daba yimaada magaalada maxaa la yiraahdaa
قبل كبنادر لو دوي ما لو رحد له يو ضاوعة وأن عرر كرن وأن الدجال ما كرن هو بيسنين دول دا إن بيش هدي أنت سوقف مال دجنيشو إن أمانك هو إلى رسالة هذا هاي محو هاي عيدا الرق عيدا اللصيو وماشى كير القصية هذا سيدي ضد أن عادي أو بكان عادي أو بيش إن أنا يقولها إسك أقول إسك جوعان ده ده عاد دول ده أي ده عادي وواحة أن لا يها دول ده ده عادي ده كا لكن ده وقت جيا إسكدر ما هذه أو وقت جيا دم هذه أو وقت جي أقرها يا سيدا زها أيوة شلت الشباب كسور رأي أو كسور قوليش أو جيسيال أو هيرو يا أو لا وع كسور كبسنا هاي إن لو دوي ما المقال اللي قبل كي بنادروا عاصمة ده ماشي أي كده جنايين ويكوبت بعد وعيان دول ده عيب كتاه عيب وين كتاه ولو أيضا كان وير جروجا عرك كم سود يعني جبون تيا سومرين وحن أجن هاي دقمة عيسى شكت أمن جد وآد وآد جه ودك شعب كأيسن مرها قار مريكرين إن تي قبل كأكو ريسي وآد عركتي حرمتي لو تلنا قبل كبنادر إني arshab weerareen iyadoo la og yahay meelaha ka yimaadeen meelaha Soomaareen ba idan ay ku sugnayeen gudiga amniga ka tirsan tahay ee golaha shacabka falalka noocaas markaad aragtaan cid la xisaabtan miyaan jirin tii wax ka qaldayeen wallahi haddii anagu hawlo kale iyo sharciyad sameysan ku ambiis ku aheen biryahan la xisaabtan kaayna wuxuu ahaay inaan shuruucdaas aan ka kaabno oo deyn cafinta aan loogu dhameen inaanka kaabna ayay ahayd laakiin danaaba loo soo xisaabta maaba hadii ay sidaan ku sii socoto waa inay mas'uuliyadda dad qaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha waxaan ku boorinayaa mas'uuliyadda noocaan ah waa inay qof qaada waa in dad xilkooda ay ku waayaan oo la yiraahdo idinka qaladkaana adaa in magaaladii shabaab iska dhaxday sanado oo dhaawac meelad geeyo muxuu ahaay ay soo ogaadaan een maxaa hareeba hadii mar muxuu ahaay ay dadkii dhaawac ahaay oo guriga ka soo baxay dabcan maalin daban isbitaalka ay galayaan maalin daban dhaawacay ay ku soo dhaawac tirayeen marka ma aha in muxuu ahaay sidaan lagu sii daawo dawladdu waxaan ugu baaqayna baarlamaanka isiba gudiga amniga ee baarlamaanka hay'adaha amniga waa inay xoojiyaan oo ay adkeeyaan een muxuu ahaay nidaamka ay hadda u shaqeeyaan siiba booliisku sax ma aha sida uu u shaqeeyo booliis aan ka warqabin magaaladii degmadiisii aan ka warqabin bas wuxuu sugayaa qof soo dacwoodo waa dhammaatay waqtigii loo soo dacwoon jiray waxaas waxaa la rabaa in booliiska saldhigga wareego oo sameeyo roondo sameeyo oo ay degmada roondo sameeyso oo cid walba roondo ay sameeyso oo maalin iyo habeen muxuu ahaay la wareego oo xog la raadiyaa la rabaa laakiin haddiiba maanta maalin cad intay soo libistaan ay qoryo kusoo laafiyoodaan ay gurigii muxuu ahaay ay target ka dhigtaana ay galaayiin marka waxaa weeye de guri walbaba ina staff loo raadiyay tagaysaa dalkan sidaan waa sida isku halagsimaayo madaxweynaha iyo ra'iis wasaaraha iyo dhammaan inta muxuu ahaay hay'adaha fulinta kuleh muxuu ahaay saameynta kuleh waxaan leeyahay waa in dadkan mas-uuliyad xumo qof xilka loogu qaado in la helo haddaan la helin shabaab siday u bilaabeen golaha shacabku waxaan ognahay kulankii maanta dhici lahaa in uu baaqday sababo la xiriirta amni darra fariimo ka yimid beesha hay-adaha saaxiibada soomaaliya ka taageera arrimaha amniga golaha shacabku waxaan ognahay inuu madaxtooyada ku agyaala in kulankii golaha shacabku amni darra u baaqdo maxaa loo fasirin karaa nasiib darrada soomaaliya haystay kamid tahay beel caalam annaga hadda amni nagama taageeraan haddii ay wax ogyihiin inay sheeganayd aniga kulley haddii maanta aniga loona fariimaha lasoo saara fariimaha digniinaha ee soo saaran hay-adaha
saaxiibada beesha caalamka ee la shaqeeya dowladda Soomaaliya fariimaha ugu badan ayay ka yimaadaan ee amni darrada marka laga digay dowladda Soomaaliya waxa ay soo saartay inta badan waxa ay maahay in baarlamaankii fariin uu soo dhaado oo la yiraahdo fariin ay jirtay baarlamaan ma shiri kartiin waxa way nasiib darro weyn waayay waxa way hoggaan xumada ay ka mid tahay rab runtan markaan ka hadlayno in muxuu ahaay nin meel fadhiya uu ku yiraahdo fariintaasaa jirta oo meesha fariinta isku soo ogaada ma lagu qabto marka baarlamaankii dhammaayo intaasoo sharci u taallo maanta waxaan ogsoonahay laba sharci oo muhiim ah oo annaga aan gudbinay ayaa laga doodi lahaa doodee socon laheed xataa lagama rawaxdayna waa lagu fiidsan lahaa cawaa lagu gaari lahaa meesha marka صح ما ها إن ليرة غف باش عالم كتر سنة فرين صوت دري وغف كاس هنديز أوجي هاي ماشي هاي إذا هنا أمن أنت لحري رماشة سال دينك سو قل دونا هذاي برونتا أنا وحن قوا وحكب وحقار وكبت بدن كبت بدن إن برلمان ذي يهولي هي الرمال حلو سجلي بريك ساعة بعدين وحليه دونا وسير راح في سدي يتجن قطرة جرته ولا لا وزارة waxaan ognahay in wasaaradaha qaarkood maalmaha qaar la yiraahdo shaqaalaha iska fasax lahaa imaanina digniinna ay soo saaraan lasoo dira awgeed wallaahi aniga hadda hore uguma ogeen laakiin maanta annagayba nagu timidba in golahayna la yiraahdo golaha baarlamaanka yuusuf shirin muxuu ahaay amni xumaa jirtee waxaas anigu ma aaminsanay qofkii dhiminaya maalintiisa uu dhiminaya laakiin waxaan aaminsanahay hoggaan xumo inay jirto oo weliba dadka muxuu ahaa hoggaanka inay yihiin dad fuliyaala oo aanan fikirkooda isfogeyn waxay ahayd in amnigayna anaga sugnaadno mahadsantihiin waa noo sheegteen amnigayna anaga sugnayn la yiraahdo oo shirka la qabtay ahayd haddii ay wax meel ku ogyihiin ooay target ogyihiin oo baarlamaanka khatar ku ah hadday ogyihiin waxaasi waxaasaa jarlira wixiina laga hortagay ahayd laakiin in baarlamaanka la xero amni xumaa loo xero la yiraahdo inta dhagaha ku qaadayso iyo inta cabsigelin u qaadanayso iyo inta sumcad ay helayaan qabariijka oo nabadiidka ma wax la soo xisaabi kara maaha marka ana waxaan qabaa arrimaha noocaasi aan dib loogu noqonin haddana hadda dee dadkii baarlamaanka baajiyey iyagaa laga rabaa inay yidhaahaan baarlamaanka waa furan yahay dowladdii ka horeysay dowladdan ee maxamed cabdullaahi farmaajo oo hogaaminayay iyo inta muddada yare ee jirta dowladdan dhanka amniga farqi ahaan markaad fiiriso guddiga amniga mar walba khibrad weynaad maaragtay ku leedahay muddaa kasoo shaqeysay saan ognahay maxaa farqiga kuu muuqdo wallaahi ma rabo inaan saadaal ka bixiyo waayo waxay leeyihiin haddii hadda aan yidhaahdo dowladdii hore amniga ku fiicnaa haddaan yidhaahdo waxay leeyihiin dowladdii hore ka tirsanaayo oo muxuu ahaay wada shaqayn la lahay marka ma rabo in aan hadda arrimahaas galo isbarbardhig shacabka soomaaliyeed la rabaa iyaga isbarbardhig inay sameeyaan qiyaasna ka qaataan xisaabtan dowladdana waxa way waajibaadka ay ka mid tahay anoona dhihin shalay ka fiicnaad imaanta ay ka fiicnaad ayaan xaq waxaan u leeyahay taasna waa ka tirsanahay tanna waa ka tirsanahay taasna waa ka tirsanahay tanna haddaan ka tirsanahay inaan la xisaabtamo wixii qaldan aan muxuu ahaay sixitaankeedaan leeyahay ansaxaan aan xaq u leeyahay awnimaana markan dhalinyarada bajaajta ku shaqeysatay magaalada muqdisho iyo shacabka qaarkood mushkilad weynaa waxay ka haysataa dhanka askarta isbuuci aan soo dhaafnay waxaa dhacay dilal gaaray ilaa iyo 4 qof 5 qof oo qaarkood la dhaawacay qaarna toos loo dilay ardaya ka mid ahayd oo waxbarasho u socday nin bajaaj soo wataa ka mid ahaa askarta dilalka geysanaysa qaarkood waxay ku labisnaayeen dareeska ciidanka eritrea waxaa qaar waxay sheegeen ciidanka eritrea inay ka tirsanaayeen ma ka warqabtaan dadkii aad mataleyseen in maalin walba askartu ay dilal u geystaan mahadsan tahay horta askarta eritrea waa askar soomaaliya askar eritrea ay leedahay ajaanibna lama joogto haddii aad ka wada wiilashii tobabar ku soo qaatay eritrea haddaad ka wadan waxaa suurtagal ah in muxuu ahaay weli baa-eeda ay la qabsanin oo cabsi badan ay hayso oo dhulkaa inaad khatar yahay loogu sheekeeyey waa suurtagal oo gacan fudaydka taas ay keenayso laakiin waxaan kusoo koobaa qofkii qof dilo asaa isdilay qofkii qof dilo asaa isdilay inta maalin dhaweeto labalaba geedka loogu xiray oo daday dilaan laleeyahay waad ogeedeen
نكي مانتا قف ولالكيس أما قبر أما ولاشيس أما ولالكيس الدلا أستغنى وحاسبوه هاي دل وأن لقى عفينين وأن ميل لوغ لابنين مركا تا وحان لوغ دارن تن قواريج كنا بديتك محوه هاي أي دلك قوهايان أنا قد أحذينا وحي أه وشروع ضدك وطالع لو ذا وقال سمايا اسكيرجي واحد لا إلا سوق وانا يقول حرايا اسبوع وكسوني وحي كما اما المحوها سيئو لو كعانهن وحود لا تازن هاي ذي امني يو حنوجو محكمة ذي ايغان ادينينا انا ارنتاس تلاو كغادان عيدا مضى واحد لا يتليالا يليين عيدا محماضو الا تلييس او حماضو تليها للربا إن ما أنت سد أحمر أو فيلي عيدنك بوجد شبلينك وآخريو حقول إيزانك وآخريو بالانس قدرك أشيعو إن ضد دين أشيعو تليها للربا أنا وحان قوا أسكري قال اللي قصوا توب بردلك إن أرجع حسي جوك تقترا جرت إسئلة أذكر روح هذا إن هالمرة إن حوا أنت سو غواريك أنت سدك إسكسور لقان سوء كيسينا إسكوا غرحنا أي لقدا دعي وحال روايين فهم كلنا لقدا دعي أو عيقين الله سمي ولي راهذا دت كان دت كاجو واي دت كي إنت بتبادل سل ربي واي دت كي محو هاي أمن جود إنا سكت سل ربي واي كله هبسو لمشو خوفك مال أمبو لمن هيا لمشي أذن كعرر هيا خوف ضان لمشي كله هو عرر إن لي راض غوف كل وعي قريو أسكرت الله شيء وقتي وقتي الله شيء تليه سال جربا هدي تليها يويل كير قرق وتر صوت أوبر يتليها ويسكو مهندي هنا أين فهم كاس لهن وفهم أنت هتلاقي أزن جارسينة وددتك ولا هنا هي وإن الله شيء وإن تستور كل لو توبر الله أخريا وإن حقوق الإنسان كله أغريا وإن شريعة الإسلام كله برا كي أن أقول ليرة هذا وحن هدي أسان سميس سانا لعيس ليرة دليل كله جيسان إسبارت على هيرشبيل أو أهديان كاتك سوجيد يد حلوانا ما دكو متشو يدو إسبارة لغا قادة دك غار لدلي و مامور كيرشبيل أو أهد حلوانا دك سوجيد أتكمي تهينا وحي كمي تهمي راح أقوب بدن إسبارة تهلا غاركود iyadoo dilka la dilay askarti wax dilay qarkood hadana dhacdooyinka meesan joogsan oo waxa noqdeen kuwa si maalin la ah ay urbaahinta u tabaysan waxa jira raacsada saraakiisha ciidamada amniga ee dawladda xilwanaada golaha shacabka maray u yeereen waxa la sheegay in xilwanaada qarkood ay surista ku sameeyeen islamarkaana ay adeegsadeen falsafada ahayd gacmo geel jir hoos loo dhaqaa marun baa in caqabadaha qaar ka mid ah xilwanaada ay caqabad ku yihiin in lala xisaabtamo saraakiisha amniga maya ما ولي إما سومرين حلبان وسير أما سرجال لويري والدفاع عاي أنا قلنا مسومرين برلمان كر سومرين وحيد أن أجينو أنت لو أنا سومرين كي الأورا الوحيد شيء يعني إن قار كم إذا لو أنا أقولها الشعب فري عقبت كوي هن لا حساب تم سراكيش أمني لو ما دافعوا إيه قال الربا فيري وسير تليو إن وح كستا قبل لو يري ليه طبعا حلوانا سو قدونيسو وحا إليه وحا ربنا تليها نوعاس أما وسارد نوعاس إيغو وليب وسارد وكترسيها ومرسينا إنا بارلمان كوري ما سؤال ويدينا ربنا ما ديدي كرو محوة هاي حلوان ما ديدي كرو حلوان ما ديدي كرو ما ديدي كرو ما ملكينا من الحساب ما يمدعين ما ندعي كرتبة تصور كان ما أقوله way qodobka 69aad ayaa ogol in la xisaabtamo hay'ada taas waa taas tan kale waxa way tan isbaarooyinka waa qaada dariiq madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya meel fagaara ayuu ku sheegay qofkii qof isbaaro u dhigta oo muxuu ama mujtamaac dhibaateeya inuu yahay xukunkiisa dil marka tii baalal rabaa in la dabaqo oo la fuliyo هدي أن لفه لين وحواي هاد ماشاس وحكجر تجلع مح ما ملاكجر وعشان تسراكيش أمني جا إن هدي له يرى الله حسابته مكرا قبل كا قريح وجود دم بيكدا إن تانا كان شكيش على لجلين إذا قريح حسابته تانا ما جرت على دو يرتين ماي لو ميرين هاد حلوان أو محو هاي أنت موجن سو قريري قدومي مداله نوي ما هذا
أما وسائل درما جودها والله مرسية أما أسكت توصل الله قدره مجرد أنا جو أنا جودي أنا أكثر سنة هاي الحساب تنقله ولي وما أني يري مركب برلمان ك حقه وحنسان هذا الكي جوهران كوب اللابي حقه وحنسان الشروع أد وبضن أو إسكت دبل عز هذا أنت أنا هلك فري واد مغليش واحد دودي قد عاي لحظة مع الموت بوال شقية كان حد qoyno dhacayo shalay dhacayo idinkaas lagu soo weeray ee niyad ku awoor kara dagaalka socda waxaan kaga qorsheysan waa 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 bal markii ka koolo aan kulono markii kulona gudigaayna bal si gudi ahaan waa ugu tishanayna si xilibaana shakhsiyan ah oo friendly nimo ahaan waa ugu tishanayna insha Allah waana ka xunnahay wixii dhacay oo shabaab meelaha inay ku dhuntaan oo isku qariyaan markii duurka loogu soo reeyo magaalada Muqdisho ee caasimadda ah kamid ah in laga dadaalo wixii shalay dhacay shalay kala dhacayna waxay ceeb ku tahay xukuumadda waxay ahay dadkaas dhaawaca oo dhowr iyo labatan gaar ah in security loo sameeyo in daryeel gaar ah loo sameeyo in laga warqabo ayay ahayd in maanta shabaab iyo ugu soo reeyay duurka ay ugu daba yimaadeen oo ku dilaan waxa waa nasiib darro ayna iigana sugeynin dadka ahalku aan ay sugeynin anagoo dhana aan sugeynin waaye marka waxaan rabaa in aan iraado war walaalayaalow dalka kan idinka madaxwa rais wasaare wasiirada taliyaha booliska kale gobolka intaba idinka wadankan madaxwa idinka wadankan muxuu ahaay amnigiisa kafaalo qaadi idinka waa inaad mas'uuliyadan aad xambaaratiin oo aad qaadaan hadii aad mas'uuliyadii qaadaynin hadda shacabkiyana la jahawareerin dad mas'uuliyadooda qaadayo dhibkooda ka danqanay xataa hal qof oo ka hadli ma aragan hal qof oo mas'uul oo yiri waa ka xumahay waxa dhacay yiri ma arag iska dhaaf qof xil loogu qaaday marka arintaas aad iyo aad arin loogu xumaado waay baarlamaankana kama aamusi doono si aan halkan ugu hadlahan baarlamaankana ugu hadlaya marka waa inay arintaas feejignaan ka yeeshaan.